رئيس الوزراء يشدد على سرعة الانتهاء من الطرق الرئيسية بالعاصمة الإدارية. إطلاق قوافل طبية في 7 محافظات ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة. والأهلي يتوج بلقب الدوري للمرة 42 في تاريخه بعد خسارة الزمالك أمام أسوان. قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بجولة تفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة لتفقد عدد من المشروعات. وعقد رئيس الوزراء في مستهل الزيارة اجتماعا مع المسؤولين شدد خلاله على حجم العمل الكبير الذي تشهده العاصمة في مختلف مشروعاتها. وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الاهتمام بالانتهاء من رصف الطرق الرئيسية وبأعمال تنسيق الموقع وأعمال التشجير، وذلك في مختلف أحياء العاصمة الإدارية الجديدة. كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة. وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة بدأت باستبدال العدادات التقليدية لعدد من الخدمات بأخرى ذكية مسبوقة الدفع، ونحن نتبنى تطبيق هذه التجربة في عدد من المصالح والهيئات الحكومية ونسعى لتعميمها على مستوى الجمهورية. أطلقت وزارة الصحة 7 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، وذلك اليوم وغدا للكشف والعلاج مجانا في بعض التخصصات الطبية. يأتي ذلك بمحافظات كفر الشيخ، بني سويف، الفيوم، الإسكندرية، سوهاج، القليوبية والبحر الأحمر. توج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز رسميا للمرة 42 في تاريخه بعد خسارة الزمالك أمام أسوان في المباراة التي أقيمت أمس الجمعة. الزمالك خسر أمام أسوان بهدف دون رد في المباراة التي جرت أمس ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري.